Such a humble guy that I think he naturally endears himself to people because of that humbleness. He's a really good man. My favourite player is Mohamed Salah because he's the Egyptian king. Did you actually see what happens in the Egyptian elections? He had like 1 million votes. كم أنت جميل يا صلاح. Mohamed Salah is very humble. Every time you see him, he's got a lovely smile on his face, and I think he's got a great attitude towards life. I feel love from the fans and supporters. I'm happy for that. ابننا مش بس رفع راسنا كورة، ابننا إنسان ومحبوب. Really humble and very quiet. Just the nicest guy you ever speak to him. الجميع يجمعون على أن صلاح بات رمزاً وقدوة خلال سلوكه الذي أعطى صورة إيجابية عن العرب والمسلمين. It's very down to earth guy. And the winner, Players Player of the Year 2018, is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. Thank my teammates and the coaches and everyone in the club for making that happen now. Players helped me a lot. I'm really happy that I had the opportunity to be your manager. Tell me about him. I remember when I was 14, I used to wake up like 6 in the morning every day to train with him alone. For the skills, shooting, that stuff. I have to thank him for everything he has done with me. And I can't forget him. He's like my second father. And in Rome also, Mr. Spalletti, honestly. He doesn't know how much I love him, but he's always there for me. وسيطرة على المشاعر. بتمسك مشاعرك زي النجوم وروح. صعب شو انك تحتفل، انت كنت تدافع عن التيشيرت ده وبتلعب ليهم. فمقدر شوية ان الفرقة دي انا لعبت ليها وساعدتني بشكل كبير ولي اصدقاء فيها ف بحاول اعمل كنترول على نفسي من الحتة دي. He's a really good man.
Rather unsurprisingly, you are the Premier League man of the match. If you do the honest thing. 500 games. No, this one's yours. No, I will not take it. Got penalty. مو هو المتخصص في البنالتيز. كان عنده فرصة إن هو يجيب جون زيادة كمان. لو كان جاب جون زيادة كمان ده كان بقى هداف الدوري الإنجليزي. عدى فيرمينيو قال له خد انت هات الهاتريك بتاعك. وراح منزل له تويتر قال له مبروك على الهاتريك بتاعتك يا حبيبي. كلوب المدرب بتاع صلاح قال انا يعني كنت ابكي من اخلاق الراجل ده. And he does brilliantly. And Liverpool lead 4-3. الميديا الإنجليزي كلها كانت بتسأل هو ليه محمد صلاح حط إيده على ودنه كده وطلع لسانه. حساب نادي ليفربول نفسه الذي غرد صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة ويحتفل على طريقته. نتمنى السلامة لمؤمن ستعود أقوى. والله يا ابني تمرت فيك العشرة وتمر فيك العيش والملح. هو عنده مشكلة يعني صح طعمة بده مر على. هو إنسان منيح كل الناس بتحبه. السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ احسن. ان شاء الله. انت اصلا منين؟ من سوريا. من سوريا؟ الناس. ان شاء الله هيك الله بكمل له احلامه كلها بتتحقق لك. رجل مشرد يدعى ديفيد كريغ كان يسير قرب محطة بنزين. فطلب مساعدة من مجموعة فتيان كانوا في المكان إلا أنهم بادروه بالسخرية والمضايقة. لكن الأقدار شاءت وأن يوجد اللاعب المصري محمد صلاح في نفس المحطة. أن اقترب منه وساعده ب100 باوند. لم يكتفي بذلك بل بادر بالحديث مع الفتيان لإبعادهم عن الرجل قائلا لهم إنهم قد يكونون في مكانه بعد عدة سنوات وطلب منهم التوقف عن هذه التصرفات. شخص غيره سواء لاعب أو فنان أو حتى انفلونسر كان راح صور هو بنفسه وعمل هاشتاج وفوتو شوت على الموضوع أو تحدي على التيك توك. الأبطال الحقيقيون لا يتكلمون بل يعملون بصمت. فعل محمد صلاح فعل هو ده فعل فعل إيجابي. فكان حلمه أن يحصل على صورة مع صلاح. I was like, no! I was kind of spaced out at the same time. I didn't really know what was going on, but I was like, I was still like shouting his name because like, I love him and he's just the best, really. The way that he made the choice to come, like check if I was okay, like on like any other day, could have just drove it off. غرد والد لوي في رسالة امتنان. أشكرك أنك أتيت للتأكد من أن ابني على ما يرام. اختفى الألم على الفور عندما أتيت لمعانقتك. You're like my hair. My favorite player is Mohamed Salah because he's the Egyptian king. What is that? Amazing! Yeah, good surprise? Yeah! He's awesome! Oh my god, I just went out of time!
كم أنت جميل يا صلاح. أنا قابلت المعلمين، أنا قابلت المعلمين في الشغلانة دي. الراجل ده التواضع بتاعه غير موجود، غير موجود. التربية والهدوء والاحترام. Signing autographs, taking selfies and photographs with the fans. He must have been out of, you know, 20 minutes, longer than everybody else. Never seen him argue with a referee, you know, his attitude seems perfect. Yes, thank you. Did you actually see what happens in the Egyptian elections? He had like 1 million votes, like people just took off the two names that were on the ballot and just wrote Mo Salah. وأسطورة وفخر العرب محمد صلاح. صلاح لإسعاد الناس. الراجل ده المصريين بيحبوه. أنا عمر ما شفتك بس بحبك. بتخاف تتغير؟ أنا لو مكانك يا ابني أنا أتغير. مش شايف إن في سبب إن أنا أتغير؟ أنا قلت كذا مرة قبل كده أنا بتعامل مع شخص كإنسان نفسه. أكيد في ساعات كده لحظات العظمة دي أنت فاهم إزاي بتنزلها إزاي؟ بتعمل إيه؟ ما جاتليش. روح بس شوف الإستاد وشوف لما بيغنوا له. ربنا يكرمك ويوفقك وينجحك يا ابن مصر. شنو هذا يا صلاح؟ Can he finish this time? Mohamed Salah beats check. Salah, oh, good turn, Mohamed Salah. Mohamed Salah. What a finish! The man is simply a goal scoring monster. الشهرة بتضايقك ساعات؟ أنا عارف إنها نعمة الحمد لله من عند ربنا. بس ساعات شوية بتحس إن أنت مش قادر تاخد راحتك. طيب. بالظبط. لما أحس إن أنا متضايق ببص لنفسي زمان لما كان نفسي أبقى مشهور. أنا نفسي أبقى مشهور نفسي الناس تبقى تعرفني. بس دلوقتي هو نفسي الناس ما تعرفنيش. يعني دايما لما حد يجي يتصور معايا حتى لو انا في مود وحش بقى دايما فاكر ان هو ده مبسوط انه شافك، ده مبسوط انه عايز يتصور معاك، يعني تعمل له حاجه ممكن تخليه مبسوط بقيه حياته. هذا الرجل رجل محترم، لعيب انسان. Bo, I genuinely love you. I always remind myself of where I came from. I don't think there is any reason for anyone not to come. طالما انت قدوه بقى عندك مسؤوليه فلازم تبقى قد المسؤوليه قدام الناس.